أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف. موعدنا في هذه الحلقة مع روائية السعودية أميمة الخميس التي تؤمن أن ارتباط المرأة بالسرد هو ارتباط جيني أو هو ارتباط مشيمي، فالمرأة كما تقول لابد أن تسكب العالم في قوالب السرد كي تنظم فوضاه واضطرابه. تؤمن أيضا بعبارة الروائي الشهير ماركيز: العالم الذي يدفعه الرجال إلى الهاوية تلتقطه النساء قبل السقوط وتعيد تشكيله على شكل قصص وحكايات، ولعلها واحدة من هؤلاء اللواتي يلتقطن العالم ويصغنه على شكل روايات. نشرت روايتها الأولى البحريات عام 2006، أما روايتها الثانية الوارفة الصادرة عام 2008 فقد صعدت إلى القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية. أصدرت بعدها روايتها زيارة سجا عام 2013، قبل أن تفوز روايتها الرابعة مسرى الغرانيق في مدن العتيق بجائزة نجيب محفوظ للرواية عام 2018. إضافة إلى ذلك أصدرت أميمة الخميس العديد من كتب الأطفال مثل سلسلة حديقة الطلح وعصفور الحنطة ووضح الفراشة الصحراوية وبيت صغير في البراري، كما أن لها كتابا يسرد سيرة عملها لسنوات في سلك التعليم تحت عنوان ماضي مفرد مذكر. في هذه الحلقة سنقترب من تجربة أميمة الخميس وسنحاورها حول الرواية والأدب والحياة، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من ضفاف، وضيفتنا فيها هي الروائية السعودية أميمة الخميس. مرحبا بك سيدة أميمة. أهلا وسهلا. أهلا بكم. أهلا بك. وأهلا بعمان وأهلها، أهلا بدرب الحرير واللبان والإرث العريق. أهلا بك. دعينا نبدأ من الطفولة. والدك الأستاذ عبد الله بن خميس هو مؤسس جريدة الجزيرة السعودية، وطبعا أسسها في أوائل ستينيات القرن الماضي، وكانت والدتك أول كاتبة امرأة تكتب في هذه الجريدة. إلى أي مدى ساهمت هذه الأسرة الكاتبة في توجه الطفلة أميمة الخميس إلى الكتابة فيما بعد؟ يعني لعل نجم سعدي هو الذي أوجدني وسط هذه العائلة بجميع هذه المحاضن الثرية المعطاءة. يعني كانت الجدران لدينا تتأثث بالكتب، وكانت يعني أبي الصحف دائما ترافقه. جريدة الجزيرة أولا بدأت هي كمجلة، وثم انتقلت إلى صحيفة يومية، وأشعر أن جريدة الجزيرة هي كانت أخت لنا، أخت مرافقة. فتلك البدايات، تلك الأجواء المشبعة المضمخة بالأدب والكتب والإعلام والصحافة، أعتقد أنني أحسست فيها كأنني يعني طفلة استيقظت ذات صباح ووجدت أن جميع العائلة تذهب إلى الحقول لتزرع. كل الذي عملته أنها التقطت أدواتها ورافقتهم إلى هذا المكان. يعني بعض الزميلات عندما أحادثهم على بواكير التجربة أشعر بأنه كان هناك قلق وكان هناك تساؤلات عن طبيعة التجربة. لعلي أنا اختصرتها وتجاوزت هذه المرحلة، لأن كان المنزل يعني حاضن بشكل كبير لهذه التجربة. والوالد يعني رحمة الله عليه هو من هو من أحد رواد المؤسسين لجريدة الجزيرة، وهذا ما يعني ساعد وأسهم يعني في جعل أمي من أحد يعني أوائل الكاتبات التي كتبنا في الصحيفة. أيام كانت اسم المرأة يعني كان يحاط بالمحاضير والعيب والهاء، ولكنه أفرد لها زاوية. في البداية كان تحت اسم حواء،
ولاحقا يعني باسمها الحقيقي سهام السرحي. نعم. هل كانت لك محاولات مبكرة للكتابة قصة أو شعر أو ما شابه؟ بالتأكيد أتذكر محاولات مبكرة على الغاية، يعني كنت أرى الأحرف أشعر بها كالكرات الزجاجية والكلمات هكذا، عندما أرى أسماء الكتب في مكتبة الوالد، فجر الإسلام، الأغاني بالفرج الأصفهاني، يعني هذه كانت تبرق في المخيلة، وكان في هناك تجربة باكرة. والمفارقة أنني عندما عرضتها على والدي لم يبدي ترحيبا كبيرا، لأنه يعني توجس أن باكرا جدا ربما سن 5 سنوات، فقال لي هذا العمر الذي نهتم به بالعلم والدراسة، ولاحقا ستبدأين بالكتابة الشعر. وظل يعني موقفه المتحفظ من دخول عالم الأدب إلى يعني لاحقا لما وجد أنه إصراري، ووجد كنا في رحلة بمدينة الطائف في السعودية، وهذه الرحلة كان موجود فيها دار التوحيد، وهو من أوائل المدارس التي أسست في السعودية، المعاهد كانت العلمية، فدرس به الوالد، وكنت ألمح الشجن والوقوف بالطلال يعني أمام عندما زرنا هذا المكان الذي درس فيه في صبا وشبابه. فكتبت مقطوعة حين سمعها يعني انتشى بها واعترف بي، أسلمني الصولجان. جميل جدا، يعني الكتابة والأدب. جميل. إذن قبل أن ندخل في تجربتك الروائية، أنا أعجبتني دراسة لباحثة سعودية الدكتورة أميرة محارب العتيبي، تكاد تكون أجملت أو لخصت كتابة أمام الخميس في دراسة عنوانها تأويلية الحس الأنثوي في الرواية السعودية. تقول دكتورة أميرة العتيبي: ترى أن قارئ أميمة الخميس منذ عملها الروائي الأول يلحظ اعتنائها المتكرر بصوت الأنثى الذي يعبر عن نواقصها واحتياجاتها وفائض حضورها. فعلى سبيل المثال في روايتك زيارة سجى، رغم أنك تستخدمين تقنية تعدد الأصوات، إلا أنك اخترت لسرد الحكاية 3 ساردات إناث، طبعا هن ماما لولوا والسجى وهند. في رواية الوارفة، سجى هي شخصية غرائبية. نعم. في رواية الوارفة وقلنا في المقدمة أنها صعدت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، الطبيبة جوهرة هي التي تسرد. في روايتك الأولى البحريات، السرد أيضا يقع على عاتق 3 نساء من الشام، رحاب وسعاد وبهيجة. إذن المرأة هي الحاضر الأول في تجربة أميمة الخميس الروائية؟ إيه طبعا بالتأكيد، لأنه أنا أعتقد أن التاريخ كتب والمرأة منحات عن المشاركة في هذه الكتابة. كانت المرأة على الهامش، يعني على هامش النص، لم تصعد إلى المتن. كان أمة يكتب عنها أو يوضع الكلام على لسانها، فلم تكن تشارك في كتابة النص إلا بعض يعني القصائد الشحيحة المتناثرة، بينما استفرد اللسان الرجالي أو الذكوري، استفرد واستحوذ على النص. فمن هنا يعني تحاول من المرأة أن تتصعد وتستعيد صوتها، تستعيد تتصعد وتضع لها راية في حقول السرد، يعني تستعيد صوتها الذي أخذ منها وغادرها يعني. فلكن لعل أن هذا الحضور والهيمنة النسائية في الروايات الثلاثة الأولى أنتجت في رواية آخر يعني الأخيرة مسرى الغرانيق في مدن العقيق، كان الراوي هو مسيد الحنفي، كان شاب فتى خرج من اليمامة في وسط نجد وتوجه إلى عموم العالم العربي. فهذا الحضور كأنه يعني يحاول أن يوازن بين في تجربة الاكتمال
الكوني ما بين الأنثى والذكر. نعم، بما أنك ذكرت رواية مسر الغرانيق في مدن العقيق، طبعا هذه فازت بجائزة نجيب محفوظ عام 2018، والسؤال الذي أود أن أسألك إياه، ما الذي يغري روائيا أو روائية في حالتك بالذهاب إلى القرن الرابع الهجري لتناول أحداث وقعت فيه؟ دائما يقال عند كتابة الرواية التاريخية هي يستجار بأحداثها وماضيها للتعبير عن الوقت الحاضر، للتعبير عن بعض الإشكاليات اللي يعيشها المنطقة في الوقت الحاضر، وهي إشكالية يعني قديمة عمرها آلاف ألف عام تقريبا، هو الصراع ما بين العقل والنقل. فعلى حين بغداد كانت في القرن الرابع الهجري كانت يعني مركزا لحراك ونشاط فكري فارغ، كان هناك نضجت التيارات الأدبية، نضجت التيارات الفكرية المذهبية في تلك المرحلة، بالإضافة إلى بدأت تثمر نتائج بيت الحكمة والذي أسسه الخليفة المأمون، والذي به ومن خلاله ترجم الكثير من الأفكار العقلانية والفلسفية التي انعكست بدورها وظهرت كثير من التيارات والفرق، مثلا كفرقة المعتزلة وفرقة أخوان الصفا وكثير من التيارات التي كان لها اشتغالاتها العقلية والفلسفية، ولكن مع الأسف لم تدن طويلا لأنها حوصرت بأسقف فقهية أجهضت هذه التجربة وجعلتها يعني غير قادرة. وما زلنا يعني للمفارقة أن ما زلنا إلى عصرنا الحاضر نعيش هذه المفارقة، مفارقة العقل والنقل بالشكل الذي يعني يتبدأ في كثير من الأمور. ومن هنا أستطيع أن أقول أنني استجرت بالماضي للتعبير عن الحاضر، حتى على المستوى النقدي والنقاد الروس يقولون أنت ككاتب روائي عندما تستجير في الماضي لابد أن تعبر على الحاضر، كما في رواية مثلا أمين معلوف في روايته مثلا ليون الأفريقي، هو دائما مسكون أمين معلوف بهاجس الصراع المذهبي الذي يعبر عنه والصراع، فظهر هذا من خلال رواياتي، أغلب رواياته ليون الأفريقي وسمرقند. جميلة هذه نقطة الاستجارة بالماضي للتعبير عن الحاضر. نعم. ولكن ماذا عن اللغة؟ هل واجهت صعوبة في التعبير عن أحداث وأشخاص عاشوا في القرن الرابع الهجري؟ لا بالعكس، اللغة هي متعتي، اللغة هي يعني ملعبي أشعر بها، وأشعر أن كثير من المفردات كثير، يعني البعض قالوا أن يعني مسر الغرانيق لابد عند قراءتها أن يكون بجوارنا هناك معجم لغوي، لكن أنا أرى أن اللغة العربية يعني متحف مزدان مكتنس بالمفردات الجميلة الرائعة التي لا أعتقد أن هناك لغة في العالم تنال هذا، يعني وهذا يدل على أن هناك في من أنتجه لديه خلفية فلسفية ومنطقية وعقلية ثرية، هناك ثراء لغوي في هذه اللغة العربية. فكنت أحاول أنني يعني أقشب أو أطرز هذه الأسطر باللغة العربية في النقل المعجمية، لأن أحياء لابد أن نحييها، نصب فيها الروح، نستعملها، نستثمرها، لأنها جميلة جميلة وممتعة، سواء في الإحساس بها، سواء في وقعها على الأذن، يعني هي لغة شاعرة. لهذا دائما يقال أن هناك صعوبة، يجدون صعوبة في ترجمة اللغة العربية، لأن كل مفردة عندما تستعملها لها يعني تنبثق منها كثير من الإحالات والمفردات المثرية. فلا استعملت اللغة العربية كما يقال كلاسيكية في هذه الرواية، وكنت يعني مستمتعة جدا في توظيفها. نعم، أنا مستمتع بهذا الحوار أستاذة أميمة. بعد أن نذهب إلى فاصل قصير سنواصل هذا الحوار ونتحدث عن ورقتك التي ألقيتها في بيت الزبير عن سلطة الجوائز في ملتقى بيت الزبير للسرد. إذن استراحة قصيرة ونعود بعدها لمواصلة هذا الحوار.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في ضفاف، ونواصل حوارنا مع روائية السعودية أميمة الخميس. مرحبا بك. هلا والله، وسهلا. كنا نتحدث عن رواية مصر الغرانيق في مدن العقيق. قرأت لك في حوار صحفي قبل عدة سنوات أن المتعة الفائقة التي كنت تشعرين بها وأنت تكتبين مصر الغرانيق استدرجتك لرواية تاريخية ثانية تعملين عليها. هذا الحوار كان بعيد فوزك بجائزة نجيب محفوظ عام 2018، لكن لم تظهر هذه الرواية حتى الآن. أي لعلها الحين في اللحظة مرت علينا، يعني أزمة الوباء ومرت لها، فبالتالي يعني أنها لعلها الآن في لحظاتها إن شاء الله. أها، إذن الرواية يعني في طور الكتابة أم في طور النشر؟ لا، في طور اللمسات الأخيرة. في روض يعني. جميل جدا. دعينا الآن نتحدث عن مشاركتك في ملتقى بيت الزبير للسرد في ندوة سلطة الجوائز وسلطة التلقي. شاركت بورقة فيها قلت إن الجوائز الإبداعية قبل أن تقدم للفائز فهي تمرر للمانح نفسه. بالفعل. هذه النقطة جديرة يعني بالشرح والنقاش. بالفعل، يعني الجائزة هي المجد والزهو يكون للمانح أكثر من أنه، لأنها مؤقتة وطارئة بالنسبة للممنوح أو الفائز، لكنها دائمة. من الذي كان عبر التاريخ يمنح؟ كان الذي يمنح الخليفة ويملأ فم الشاعر بالجواهر، وكثير من الشعراء يعني نسيهم الزمن وتلاشوا لأنهم لم يحظوا بهذه الفرصة الثمينة. فهي عندما أنت تمنح وتحتفي بالآداب والفنون والحضارة، متى تظهر؟ تظهر عندما تظهر يعني الفنون تسمو وتتألق وتزدهر وتعمل وتستقطب المبدعين والفنانين. هنا نقول هذه أمة متحضرة. فأنت كمانح عندما تمنح جائزة، أنت هنا تستجلب الأضواء لمشروعك الحضاري. فهي هنا مثلا عندك في السويد بلدة سلافية منسية، لكنها أصبحت سنويا تستثمر في إرث ألفريد نوبل، وكل عام تتوجه الأنظار إلى ستوكهولم بترقب ويعيدون سردية ألفريد نوبل. فهنا وأحيانا ينسى الفائزون، ولكن نوبل لا ينسى. يظل نعم. لا ينسى. نعم. يعني يأخذه في الفعل، يدخل بوابة الخلود ويخلد من خلال هذه الميدالية، لكن تظل يعني يعني الجهة المانحة هي التي تنال جزء وافر من المجد. نعم. أيضا تقولين إننا لا نستطيع أن نتجاوز حقيقة وجود كود ثقافي مضمر يرشح عملا ما للجائزة أو يقصيه عنها. ما هو هذا الكود وما الذي يصنعه؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك جائزة محايدة تماما ترجع يعني تمنح العمل الفني فقط لجمالياته الأدبية، أو لا يوجد هناك جائزة. هناك عوامل أخرى كثيرة تتدخل في هذا الموضوع. مثلا الأديب الألماني عندما فاز بها غونتر غراس، فهناك حوصر بكثير من الرفض وعلامات الاستفهام على اعتباره متهم بمعاداة سامية. بالضبط. فهو كان يقال له أن كانت لك ميول يعني ضد ولعل هذا الأمر جديد. في المقابل مثلا إيمري كرتيش الروائي أو الأديب المجري الذي لم يسمع به أحد حتى في بلاده، فاز بجائزة نوبل عام 2002 فقط لأنه كتب عن محرقة الهولوكوست. أي واليوم لا أحد يذكره. بالفعل، محرقة الهولوكوست هذه يعني ممرت إلى العالمية وإلى سواء فيلم أو سواء بكتاب، لا علينا يعني لا نريد أن نناقشها، لكن ما أود قوله أن هناك في كود مضمر أنه يعني آخر شيء، يعني مثلا في معرض كتاب فرانكفورت،
هناك كاتبة روائية فلسطينية عدنية شلبي. عدنية شبلي نعم. شبلي حجبت عنها الجائزة حجبت بشكل يعني سافر لأنها تتكلم عن قضية وطنها. طيب أنت يعني هنا أنت لابد أن يكون لك كموافق من الاستقلال والحياد ولا تدخل السياسة بهذا الشكل، لكن كثير من الأمور هنا بدأت يعني تتفتت وتتعرى وترفع علامات استفهام عن طبيعة الديمقراطية التي يروج لها العالم. هذا عن مانحي الجوائز، ولكن ماذا عن لجان التحكيم؟ هناك سؤال طرحته في ورقتك سأعيد طرحه عليك. هل نقاد لجنة التحكيم يصطفون ليأتمرون ضد احتدام المغامرة ويبحثون عن أكثر العصافير الداجنة إذعانا ورضوخا لمساحة القفص ليمرروا له الجائزة؟ بالفعل، لأن الناقد دائما يأتي بعد العمل الفني ينقده ويأتي بأدواته وحمولته الثقيلة والنظريات وهذا ليطبق عليه ما عرف وما سبق. لكن العمل الأدبي إذا لم يكن هو باجتراح الجديد بعمل جديد بمغامرة، إذا لم يقدم مغامرة جديدة ويقفز ويكتشف لا يكون إبداعا، لا يسمى إبداعا، يسوى عملا مكرورا. فهنا هذا يعني لجان التحكيم من على الغالب يكون بأبعاد وخلفيات أكاديمية ولها حدودها الصارمة، فتعجز عن ملاحقة العمل الأدبي بتمرده بمغامراته بإبداعاته الجديدة التي لا يجدون مفسرا لها بالأدوات المطروحة لهم. في يوم ما فرويد قال يعني عجبي أو من هؤلاء الشعراء والأدباء، كلما اكتشفت نظرية في علم النفس أجد أن شاعرا أو أديبا قد سبقني إليها. فهي هي المغامرة الأدبية، وهنا لجان التحكيم تظل مقيدة ومرتبطة ب يعني حمولتها الفكرية والنظرية السابقة، وعلى الغالب تعاقب المتمرد على مألوفها ومعروفها. طيب إلى أي مدى يمارس المزاج الشعبي العام سلطة على الكاتب من جهة وعلى مانحي الجوائز من جهة أخرى؟ بصورة كبيرة يعني بالفعل هناك مزاج عام مثلا فيه قد يخلق مع الوقت نوع من التابوز التي قد تحرم يعني عملا ما من إلا إذا كان هناك في لجان التحكيم هناك يعني وعي واستنارة إلى حد كبير تستطيع أن موافقة أن هذه التيارات الشعبية يعني أن تتجاوزها لصالح الإبداع والجمال والتميز. جميل جدا. نعود إلى كتبك. لفتني عنوان كتاب سيرة عملك في سلك التعليم وهو ماضي مفرد مذكر. لماذا مفرد ولماذا مذكر وليس مؤنث؟ يعني هو كانت هناك بعض الإشكاليات الموجودة في التعليم، فأحببت أن لا أترك المكان دون أن يعني أعبر عن تجربتي التي كانت هناك. يعني هو كان هناك كثير من علامات الاستفهام التي تدور، يعني طريقة التدريس مثلا كانت في الماضي كانت تقليدية، كانت تعتمد على النقل دون العقل، كانت الطلبة فيها ملكة التفكير، ملكة السؤال، ملكة كانت مغيبة للغاية. كان هناك خاصة فيما يتعلق عن مدارس البنات أتكلم، كان هناك نوع من الشدة والصرامة القامعة التي تقصقص كل الأجنحة التي ممكن أن يعني للتجربة المعرفية للطالب. يعني لم تكن المدرسة يعني، لكن طبعا الأمور الآن تغيرت لأنه من المستحيل أن يبقى أنت كمصدر أو كوعاء معرفي أنك تتعامل مع طلبة الآن العالم يختبئ في جيبهم. ولذلك عنوان مذكر، يعني هل مذكر بسبب الهيمنة الذكورية؟ لا، هو وراء يعني تقريبا هو وراء يعني أن النوع الصرفي في الصرف عموما، نحن عندما نريد أن نرد الكلمة نعرف أن العرب اللغة العربية
مليئة بالاشتقاقات، مليئة ثرية فمن كلمة مثلا على نفرض كتبة، نجد مليئة بالاشتقاقات، كاتب، اسم فاعل مكتوب، اسم مفعول، يعني هذه الاشتقاقات، مستكتب، هذه الاشتقاقات في الصرف عندما تريد أن تحصل على جذر الكلمة أصلها لابد أن تردها إلى صيغتها الماضية المفرد المذكر كتب. فكأنني أقول أن الجذر الفلسفي للاشتغالات الثقافية والحضارية يقوم على ماضي مفرد مذكر. نعم. ننتقل الآن إلى تجربتك في الكتابة للأطفال أستاذة أبيمة. لك مجموعة من كتب الأطفال مثل سلسلة حديقة الطلح وعصفور الحنطة ووضحة الفراشة الصحراوية وبيت صغير في البراري. لماذا أو ما الذي أغراك أيضا بالتوجه إلى الكتابة للأطفال؟ وهل توافقين الرأي القائل بأن الكتابة للطفل أصعب من الكتابة العادية أو الكتابة للكبار؟ عموما أنا لما كتبت كتب الأطفال لم أكن أكتبها يعني نفس يعني أنا وحيدة، لما أكتبها وحيدة كان أطفالي يشاركوني الكتابة، وكنت عندما أخذهم إلى النوم إلى أسرتهم كانوا وأخذ معي كتاب قصص أطفال ويقولوا لي ماما كتابك ممل، أنا سأحكي لك قصة أفضل من أن هذه الكتاب، وكنا نتشارك كتابة هذه القصص، ومع بعض الرتوش وبعض يعني هذا أصبحت قصة مكتملة، فيعني نشرت من عدة أماكن، وأيضا مكتبة الملك عبد العزيز تبنتها في سلسلة اسمتها سلسلة حديقة الطلح، وأصبحت توزع في مشروعهم لكتاب الطفل، وأصبحت يعني أحيانا توزع على المدارس، فهي بالتالي هنا يعني كان مشروع لنقل عائليا. نعم. تشاركنا كتابته. نعم. استراحة ثانية أستاذة أميمة ونواصل بعدها الحوار. إذن هذه الاستراحة القصيرة ونواصل بعدها لقاءنا وحوارنا مع الروائية السعودية أميمة الخميس. وعدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين لنواصل هذا الحوار مع الروائية السعودية أميمة الخميس. مرحبا بك أستاذة أميمة. أود أسألك الآن عن المشهد الروائي في المملكة العربية السعودية، خصوصا في السنوات الأخيرة لاحظنا كثير من الأسماء التي فازت بجائزة البوكر العربية للرواية، عبد خال مثلا أو رجاء عالم، عدا يعني يكاد الروائي السعودي أن يكون حاضرا في معظم الجوائز العربية اليوم. ما هي رؤيتك أو كيف ترين إلى المشهد الروائي السعودي اليوم؟ أنا أتذكر مرة قدمت ورقة عمل اسمها من الذي اختطف الصولجان من الشعر، يعني أن نعرف أن العربية أمة شاعرة وأن الشعر هو ديوان العرب، وظل العرب يعني يمارسون الشعر ويستشهدون به ويعيشون ويأخذونه أداة للتعبير عن أحلامهم، طموحاتهم، أحزانهم، أوجاعهم. الشعر كان حاضرا وبقوة، حتى أن يعني شطر القصيدة اسمه بيت، فالشاعر الإعرابي المتنقل عندما لا يكون له يعني مكان حاضن يسكن بيت القصيدة، هي التي ستحفظ تاريخه، نسبه، طلله، جغرافيته، تاريخه، فكانت العلاقة يعني قوية مع الشعر. فعندما حضرت الرواية، ولم تحضر على فكرة بسهولة، حتى ليس في جزيرة العرب، حتى في الأماكن الأخرى، مثلا نجيب محفوظ عندما بداياته كان ينظر للرواية بشيء من الفوقية. أتذكر نعم. أنه ورد على عباس محمود العقاد بالضبط. عندما تحدث عن الجوائز أي قال له الرواية. يعني قدم له أحد رواياته ليطلع عليها، وقال ما هذا، يعني هذا هو قنطار
قنطار مثل الخرنوب، هو نبتة الخرنوب، هي قنطار خشب ودرهم حلاوة. يعني لكي نصل إلى متعة الأدب والشيء لا بد أن نقرأ صفحات متعددة. فكان ينظر لها الرواية بنوع من الفوقية، يعني لم تكن مرحبا بها. ولدينا في السعودية الوضع أعتقد لا يتغير كثيرا، يعني هو لم يستطع، يعني مثلا كانت حتى من تعتبر عبر التاريخ أنها من الأدب مثلا المقابسات أو السباحين الخرافية، لم تكن يعني تأخذ مجالها في هذه النقطة الاستقبال الجماهيري. وفي يعني من أوائل من كتب الرواية عندنا أعتقد دمنهوري عام 1932، رواية كانت يعني عدها النقاد أنها يعني ممكن أنها تقوم، وهذا أمر طبيعي في بدايات الفن الروائي في كل بلد، يعني أي يعني تنطبق عليها شروط الرواية، اعتبروها أنه ممكن أن نسميها شروط الرواية. وظل الإنتاج الروائي شحيحا في المملكة وليس له جماهيرية كبيرة إلى عام 2006 حدث طوفان غامر عارم كبير فيما يتعلق بإنتاج الرواية. وهنا لماذا هذا العام بالذات؟ ما أدري، يعني لا أعرف، لكنه بالألفية الثانية بألفين هنا ظهرت كثيرا من العوامل. أيضا في بعض الروايات وجدت لها جماهيرية كبرى، مثل روايات غازي القصيبي، روايات تركي الحمد، وهذه الروايات كانت تلامس التابوز، فكانوا هنا فتح لها باب هنا على الجماهيرية، اتسع يعني مساحة قراءها. وعلى الغالب كانت الروايات تستعمل أو توظف كمنشور اجتماعي أكثر من أنها يعني تلتزم بالشروط الإبداعية والجمالية للرواية. فبدأت أيضا هناك المرأة ظهر صوتها واضحا على المسرح الكتابي، وظهرت رواية بنات الرياض. نعم. التي للكاتبة رجاء الصانع، التي طرقت أيضا كثير من المحظور والمتواري والمسكوت عنه في الغرفات النسائية. فهذه صاحبها ضجة عارمة، وصاحب هذه الضجة رواية الآخرون لصبا الحرز أيضا، بالضبط أيضا. نعم. هذه التوظيف ويعني كل التيارات تتصدت لها، حتى التيارات يعني المتزمتة نقول، يعني كثير وجهت بالرفض وقالوا إذا هذا التيار هوى يعني مبرمج ممنهج لكسر القيم ولكسر هذا. وبينما على الحقيقة هو كان المجتمع وضعت أمامه مرآة كبرى، يعني المجتمع قالوا إن في كل مجتمع هناك الصالح والطالح والطيب وما بينهما. فبالتالي عندما تعبر عن الرواية، الرواية ليست معنية بأنها تخطئ هذا أو يعني تصحح الآخر، الرواية معنية بتقديم روح المرحلة وزمانها وتركيبتها ونوعية الشخصيات اللي عاشتها وتغير الأحداث التي صنعت هذه المرحلة. الرواية هي أصبحت الآن يعني تعبر عن المرحلة، ولذا استقطبت القراء واختطفت صولجان التفوق والتميز من الشعر، وبالتالي انتشرت الرواية على نطاقات واسعة وقراء، وظهر نخب وكواكب من الروائيين السعوديين الذين استطاعوا أن ينالوا قصب السبق في كثير من المجالات. طيب أستاذة أميمة، ذكرتي الطوفان الروائي، وطبعا الطوفان الروائي ليس فقط في السعودية، يكاد يكون طوفانا روائيا عربيا، حتى نحن لدينا في عمان اليوم طوفان أيضا للكتابة الروائية، الكل أصبح يكتب رواية. هل ترين أن هذا أمر صحي للرواية؟ نعم، هو أمر صحي، لأنه دائما في كل جيل، عموما كل جيل أدبي يظهر مجموعة كبيرة تكتب، والتاريخ يصطفي ويغربل ويميز النخب والتي قدمت فنا حقيقيا. فتجربتكم في الرواية ما شاء الله في عمان يعني متميزة، عندكم جوخة الحارثي، عندكم الفائز بجائزة زهران القاسمي، أي زهران القاسمي، تغريبة القافر، القافر. فهناك يعني أسماء روائية. آخر رواية أنا قريتها الروائية ممتعة اسمها دلشاد،
لبشرى خلفان. أي البشرى خلفان كانت أيضا من الروايات المتميزة. فأبدا الكثرة اللي لا تدل على أن شيء أمر سيء، بالعكس هي التي تعمل الكيف، الكم الكبير والزخم الوافر الذي بدوره ينتج الكيف، الكم الهائل والذي ينتج الكيف، تستطيع أن تصطفي من هذا كيفا متميزا يعني. نعم، وإذا هذا يعيدنا أيضا إلى كلامنا السابق عن سلطة الجوائز، إلى أي مدى الجوائز المتزايدة عن الرواية تحديدا في عالمنا العربي اليوم هي التي أدت إلى هذا الطوفان الروائي؟ لها دور، لها دور يعني، بالفعل نستطيع أن نقول لها دور، لأنه مثلا حتى على مستوى يعني العالم نرى أن الجوائز العالمية تصنع حملة تسويقية كبرى لكتاب ما، ليس فقط على المردود المادي، لكنها حملة تسويقية للكتاب تنقله من ضيق محليته إلى اتساع العالم عبر القراء، عبر الترجمات، عبر المراجعات. جميع هذا، كل كاتب لن يكتب هو لنفسه، لن يكتب لوحدته ومقاعد خالية، هو يريد جماهيرية، جزء من تجربته، جزء من الذي يبث الدماء في تجربته هو الجماهيرية التي يعني يعني تدفع الدماء في هذه التجربة. نعم. سؤال أخير أستاذة أميمة، طبعا أنا سألتك عن الرواية التي قيد نشر، إذا كان طبعا سؤالي الأخير عن مشاريعك القادمة، أعمالك الأدبية القادمة، إن كان هناك أعمال سواء قيد الكتابة أو قيد النشر. يعني هذه روايتي، هذه إن شاء الله قريبا صدورها، يعني هي في أيضا رواية تاريخية. نعم، التاريخية ليست التاريخ القديم، تاريخ أحدث نوعا ما. اخترت لها عنوانا؟ لا أود أن أصرح به لأني لم أستقر على عنوان نهائي، لكن أنا بالحقيقة أنا دائما بخاطري أنا ودي أكتب رواية عن الرياض. أحس الرياض يعني مدينتي لم تكتب كما يجب، لم يعبر عنها كما يجب. الرياض مدينة ثرية ومليئة بالاصطخابات وبالحراك الاجتماعي، فأود أن أكتبها يعني إن شاء الله أحد المشاريع القادمة إن شاء الله. ونتمنى لك كل التوفيق أستاذة أميمة. شكرا لكم. شكرا لك يا الروائية السعودية أميمة الخميس على هذا الحوار الجميل والثري معك. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لاهتمامكم، وشكرا لعنايتك باختيار الأسئلة. شكرا لك. شكرا جزيلا. وإذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ضفاف التي حاورنا فيها الروائية السعودية أميمة الخميس. في ختام هذه الحلقة نختمها بهذا الاقتباس من روايتها مصر الغرانيق في مدن العقيق: إذا أردت المعرفة فاقرع على باب ذاتك واستفت قلبك، ولكن قبل أن تأخذ به اعرضه على عقلك ليحسنه أو يقبحه. فالمعرفة باب بمصراعين، من قلب وآخر من عقل. إلى اللقاء.